في ذكرى الإسراء والمعراج انطلقت اليوم فعالية الطبعة 18 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم، والتي عرفت مشاركة 51 دولة ممثلة للعالم العربي والإسلامي، أين يتنافس فيها مشاركين لمدة 3 أيام بحناجر تتلو آيات من كتاب الله عبر تقنية التحاضر عن بعد. فالقرآن هو العروة الوثقى للمحافظة على تاريخ وحضارة الوطن لمواجهة الأزمات المعاصرة. إن تربية الأجيال على حب القرآن الكريم وحفظه والتمسك بمبادئه وقيمه يعتبر عروة وثقى نستمسك بها بأصالتنا وتاريخنا وحضارتنا، وتعتبر وسيلة وترسا نواجه به الأزمات المعاصرة التي يعرفها المجتمع الإنساني اليوم في كل مجالاته الحيوية، ويعتبر أيضا نبراسا نستشرف به تحديات المستقبل. بالمهدي أكد على سعي الدولة لخدمة القرآن الكريم وتوفير جميع الإمكانيات المادية والتكنولوجية لتخريج أجيال تفخر بهم في المحافل الدولية. هذا وإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتعمل جاهدة لتجسيد التزامات الدولة الجزائرية من خلال السيد الرئيس بتنفيذ برنامج عمل الحكومة لخدمة القرآن الكريم تعليما وتدريسا، وبرامج ومناهج وهياكل وإمكانيات مادية ووسائل تكنولوجية حديثة يرى الناس فيها آثارها الإيجابية في مساجدها ومدارسها القرآنية ومعاهدها التكوينية ومراكزها الثقافية الإسلامية والزوايا العلمية العامرة التي تخرج قوافل القراء والحفظة الذين أثبتوا جدارتهم واستحقاقهم بتتويجهم في المحافل الوطنية والدولية. تظاهرة تشجع على خدمة وحفظ كتاب الله وتوريثه للأجيال القادمة.